فاتحة مغوري جمعية المغربية للتضامن احنا هنايا ابتداء من رمضان اول يوم في رمضان هذه لا دوزيام ايديسيون اللي تنديروا لا ديستريبيوسيون ديال الوجبات الافطار افطار صائم لبزاف ديال المستفيدين اللي هما عندك الناس ديال المستشفيات بلا ما نذكر الاسم ديال المستشفيات عندنا عاوتاني الناس في وضعيات الشارع دار الايتام اوسي حتى هما كنمشيو عندهم اللي كاينين كلكو دار الايتام في الدار البيضاء سينو كاين عاوتاني لا كوميونيتي سوبساريان حتى هما كيستافدوا اللي هما مساكن اللي هما دابا في وضعيات الشارع وعاد كلكو زامبلويين الناس ديال النظافه اللي حتى هما تيستافدوا من هاد المبادره دابا حنايا غادي نوجدوا دابا لي بواط باش غادي نمشيو نوزعوا في المدينه القديمه الناس راه كيتسناونا كل نهار كيتسناونا في جهه المدينه القديمه في واحد المنطقه دابا تشوفوها حنا اون ايكيب غادي تمشي للمدينه القديمه اون ايكيب غادي تمشي لدار الايتام في الحي الحسني حتى هما كاينين واحد النسبه كبيره ديال واحد ديال الاطفال اللي كانوا في دار الايتام ولكن وصلوا للسن اللي خصهم يغادروا. ابو بكر مزور متطوع في الجمعيه المغربيه للتضامن. احنا بغينا اولا نشكروا جميع المتطوعين ونشكروا السيد اللي عطانا هذا المقهى وتطوع وعطانا هذا المحل اللي هو نقي جاهز اللي يمكننا نوجدوا فيه. ونخرجوا منه الافطار اللي تديو للخيريات ولا للمساكين والحمد لله المحسنين في المغرب كثار والله يسهل الامور الجميع دو بون كور اون ريميرسي تو الموند.